السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة طلعت لكم في الشمس شوية بقى كده اصور لكم قنبلة اللوكشري واتشز من ضمن القنابل. يعني هو بصراحة في قنابل كتير قوي في مجال الواتشز بالذات، يعني وغالية ونظيفة وقوية جدا. لونجينز هايدرو كونكوست كوارتز كرونوغراف، حاجة كده خرافة الخرافة. اولا دي الفرق ما بينها وما بين الكونكوست، في فيرجنين نزلوا اسمها لونجين هايدرو كونكوست وفي حاجه اسمها لونجين كونكوست. الهايدرو كونكوست والكونكوست اللي بيفرق ما بينهم اللي هو البيزل ده، البيزل اللي فوق بتاع الدايفر ده اللي بيتلف ده، اللي هو ده الهايدرو كونكوست. هي ده الفرق، ده الفرق بس، مفيش حاجه تاني. الكونكوست اكبر منها شويه. الهايدرو كونكوست دي الكيس دايامتر بتاعتها 1.41. بالنسبة للناس اللي بتحب الساعات الكبيرة، 1.41 دي الساعة دي بالذات المقاس بتاعها 1.41 ملي. بس تتوقعوا يا جماعة انا بلبسها بلاقيها كبيرة قوي في ايدي. هي دي 1.41 ملي بس من غير الكراون طبعا ومن غير الباتونز اللي جنبيها او الازراير اللي جنبيها، الغمسات اللي هما بيقولوا عليها اللي على اليمين دي اللي هي الستوب ووتش دي، والكراون الكراون بتاعها كبير، الكراون بتاعها ضخم شويه، فمديها مثلا لمقاس 43 ولا 44 كمان. الساعه طبعا البيزل بتاعها المونيوم ما بقاش ستانلس طبعا، بيبقى المونيوم عشان يقدروا يطبعوا عليه. الساعه بتيجي العقرب بتاعها، العقرب الثواني بيبقى تحت عند رقم 6. وطبعا جايه اللي هو الديت ديسبلاي اللي هو التاريخ عند رقم 4، عند الساعه 4. الساعة دي 300 متر، تخيلوا يا جماعة دي 300 متر، يعني دي اكتر من الكاسيو جي شوك اللي هي 200 متر. بس طبعا انا لو معايا الساعة دي ومعايا جي شوك هنزل بجي شوك ميه طبعا. الساعة دي غالية جدا، الساعة دي عاملة في التوكيل في بي تي سي حوالي 27,000 جنيه، ف يعني ما جازفش. او مثلا اللي معاه مثلا ساعة زي اوميجا سي ماستر او سبيد ماستر ما ينزلش بيها ميه، يعني ده بحس ان هو دماغه بتبقى صعبة شوية. المهم الساعة دي يا جماعة بتيجي بنوعين، يعني بتيجي الاستلس بتاعها، الاستلس بتاعها النوع بتاعه اسمه 316L، جاي بولشد وبرشد. واللي ما يعرفش يعني ايه بولشد وبرشد، بولشد اللي هو بيلمع اللي في النص ده اسمه لميع، الناس بتقولك لميع او لامع. البرشد اللي هو المطفي اللي على اليمين وعلى الشمال ده الاطراف ده اسمه برشد. برشد الظهر بتاعها سوليد مش سكيلتون زي بقية الساعات، وكمان بتبقى اغلبيه الساعات اللي هي الاوتوماتيك بتبقى الكيس بتاعها بيبقى اغلبيته بيبقى اهي الكيس بتاعها سوليد، حاجه كده خرافه. الموديل نمبر بتاعها L3 6434. طبعا مزوده طبعا بكرونوغراف اللي هو العقرب الستوب ووتش اللي انت تشغلها كده هتبقى بتشتغل اللي هو الستوب ووتش. فيها حاجه حلوه قوي اللي هو السبليت سكند اللي هو بعد ما العقرب الاحمر ده يلف 60 ثانيه اللي هي لفه كامله، العقرب اللي تحت اللي هو الثابت ده عند رقم 12 بيجي رقم 1 كده. وبعد ما العقرب ده يكتمل 60 دقيقه العقرب اللي على الشمال ده اللي هو العداد اللي على الشمال ده بيكمل ساعه. دي بتبقى اغلى شويه، اغلبيه الساعات بيبقى فيها الستوب ووتش بيبقى بيعد 30، يعني مثلا تلاقيه بيعد هنا 30 دقيقه بس او ساعه بس اللي على اليمين ده، لكن دي بتبقى اكيوريت شويه، يعني ممكن تعد معاك لحد 12 ساعه تعد معاك ستوب ووتش، يعني انت مثلا قعدت ساعه وكام دقيقه وهكذا. الساعه دي يا جماعه تقيله في اللبس، انا بتكلم جد. البوليت او البلاطه الواحده دي او اللي هي اللي هي العقله الواحده اللي بتبقى في الاوستيك محمله، بص سمكها دي ثواني، سمك العقله تخين شويه، سمك العقله تخين شويه. اعذروني يا جماعه انا بصور لكم من فوق السطح عندي، بس بصراحه انا قلت يعني ايه، يعني انا قلت اما استنى الشمس، والنهارده كنت اجازه من الشغل، فقلت اما اصور لكم الساعه دي في ضوء النهار بتبقى شكلها حلو قوي على فكره. انتوا خدتوا بالكم صح، رقم 12 بقى العقرب ده جه عند رقم 1، لو انا جيت رست انا كده عملت له بوز يعني وقفته، لو جيت اعمله بقى رست بص هيرجعوا ازاي. تمام،
المكنه بتاعتها مكنه اسمها لونجينز ال 440 مكنه في الساعتيه بيقولوا عليها مكنه 5 ملف او 4 ملف، 5 ملف اعتقد، 5 ملف. مكنه صفرة بيقولوا عليها المكنه الصفرة، مكنه صفرة، مكنه 4 ملف، مش فاكر 4 او 5 ملف، بس انا هحط لكم صوره المكنه على الديسبلاي دلوقتي يعني على الصوره. الكراون بتاعها كراون توتون زي ما احنا قلنا، بس كمان حلاوه الكراون ده اللي هو سكرو، سكرو يعني زي المفك كده، بيتفك ويتربط يعني. بصوا انا دلوقتي عمال افك في الكراون اهو، بصوا الكراون خرج شويه، ولو تيجوا تلاحظوا في النور هتلاقوا الكراون خرج اهو. ده عشان 300 متر عشان يمنع تسرب الميه، عشان لما تيجي تقفله يبقى مقفل مقفل باحكام. ده توتون طبعا يعني توتون اللي هي طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو يخرج مره للتاريخ ويخرج مره لضبط العقارب. وطبعا الكوارتز كلها هاكابل، لو تفتكروا كلمه هاكابل دي كتبت قلتها في الساعه ريموند ويل اللي هي المايسترو، هي طبعا هي المايسترو طبعا والتيسول للوكل، واغلبيه ساعات كتيره يعني الساعات اللي الغاليه واللوكشري بتبقى كده. الهاكابل دي في كل الساعات الكوارتز عشان لما تيجي تخرج الكراون يعني لبره لبره اللي هي التكتين دي او التوتون دي، تخرجها عشان تظبط العقارب، عقرب الصواني بيقف. عشان لو انت عايز تظبطه مثلا وليكن على ساعه بيج بن، على ساعه مثلا الموبايل، عشان تبقى انت ماشي انت والموبايل مظبوط تمام. البيزل بتتحرك، البيزل دي يا جماعه اهي انا عمال الفها اهي دلوقتي. البيزل دي يا جماعه البيزل دي اللي ما اعرفش فكره البيزل دي ايه، البيزل دي للدايفر، للدايفر بمعنى دي للغطس يعني، استخدام البيزل دي للغطس. وانا هقول لكم يعني ايه، يعني هبقى اعمل لكم فيديو كامل للموضوع ده، لحته ازاي تستخدم البيزل دي اللي هي بتبقى الروتيتنج بيزل، اسمها روتيتنج بيزل. في نوعين، في حاجه اسمها فيكسد بيزل وفي حاجه اسمها روتيتنج بيزل. بتبقى الروتيتنج بيزل دي بتتحرك من فوق، او ساعات بتبقى جوه الساعه وبقى فيها هنا كراون تقعد تلفه وترجعه، بتبقى جوه الساعه، وفي بيبقى بره. والفيكسد بيزل، الفيكسد بيزل بتبقى فيكسد يعني بتبقى ثابته، ما بتبقاش بتتحرك. الساعه اهي، الساعه معموله فولدنج كلاسب. الفولدنج كلاسب ده اللي هو بصوا اهو، ده القفل بتاعها، القفل بتاعها كده. ثواني معلش يا جماعه، انا همسكها بايد واحده عشان انا معيش حد اساسا اهو. ده بقفل واحد اهو، قفل واحد. القفل ده يا جماعه اهو، القفل ده من احلى الاقفال اللي ممكن تلبسها في ساعه كلاسيك، في ساعه قصدي في ساعه استلس او جلد. هقول لكم ليه، في حاجه اسمها دبل فولد. دبل فولد كلاسب ده، دبل فولد كلاسب ده بيبقى رخم جدا في الايد، ولو جيت بعد ما تلبسه بعد فتره تلاقيه عامل لك زي احتباس دم في الايد، رخم جدا جدا فوق ما تتخيله. انا عندي ساعات دبل فولد كلاسب دي صعب قوي، الفولد كلاسب ده لوحده ده كويس، والسكيور كمان اسمه فولد كلاسب، والسكيور اللي هي الحته اللي فوق دي، الحته اللي فوق دي اللي مرسوم عليها النسر دي، اللي مرسوم عليها علامه اللونجين، ده السكيور بتاعه اللي هو بيقفل عليه باحكام. بس كده يعتبر انا جبت الساعه من اولها لاخرها يعني. الساعه دي لوكشري جدا يا جماعه، اسمها هايدرو كونكوست، لونجين هايدرو كونكوست. في نزل منها كذا فيرجن، الفيرجن الاخير خالص اللي نزل نزلوا جواها حاجه اسمها تاكي ميتر. تاكي ميتر دي اللي هي ايه، عند ال 12 يعني، اللفه اللي جوه دي لا صغيره شويه ومزوده بحاجه اسمها تاكي ميتر. هحط لكم صوره كده للتاكي ميتر ده كده تشوفوا شكله عامل ازاي. بس كده، واتمنى يا جماعه يعني، اتمنى طبعا مش هحكي لكم ان انتوا طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وللشانل عشان نكبر ونكون اكبر جروب في الوطن العربي وفي مصر كمان في المهتمين الساعات وكذا حاجه تاني للتخسيس والموضه وكذا حاجه ان شاء الله يعني. واتمنى يا جماعه لو ما عجبكوش تكتبوا لي في الكومنت وما عجبكوش ليه، عشان ان شاء الله لو في حاجه ممكن اكتب يعني ممكن اعدلها في الفيديوهات الجايه. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومعاكم محمد تحسين، المفروض معاكم محمد تحسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا جدا لكم.